قوم عاد نبيهم هود عليه السلام، هؤلاء أيضا كذبوا نبيهم واستهزؤوا به وتآمروا على حياة نبيهم، وقالوا آلهتنا خير أم هو من هالكذاب. الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، صرصر يعني شديدة البرودة، يعني عواصف ثلجية، مو مثل العواصف اللي الآن موجودة، لا عواصف تموت. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية يعني مهلكة. كم إيش قد طولت المدة؟ أسألكم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. حسوما يعني شنو؟ يعني باستمرار على الدوام، يعني هاي العاصفة ما خلتهم مد مهلة يتنفسون ولا يروحون. 8 أيام سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى ميتين كأنهم أعجاز نخل خاوية. زين،